هذي بيدرسوا الفقه المقارن وبيحطوا كتب السنة بين أيديهم، بيدرسوا أدلة الفريقين، بيشوفوا أدلة هالمذهب أرجح من هذه الأدلة المذهب الثاني، بيقولوا هذا هو الذي نحن يجب أن نأخذ به، هذا الذي ينكره البوطي. مش البوطي بينكر على واحد جاي كما يقال من وراء البقر، بيقول أنا بدي أفهم من القرآن والسنة وهو لا يحسن أن يتلو آية من كتاب الله أو حديث من رسول الله، لأنه هذا أمر مجمع على إنكاره. هاي معنية ولا لا؟ كامل. طيب ما في إنسان إذا يرد عليه اليوم برد البوطي، لأنه لا يوجد على وجه الأرض مسلم. حتى أنا لما التقيت فيه قلت له يعني أنت بتتصور أنه هذا الخجندي بيقول عن رجل نصراني فرنسي هداه الله وأسلم، بيقول له واجب عليك أنك تفهم الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، هو لا يعرف اللغة العربية إطلاقا. مين بيصدق أنه يقول في عالم في المسلمين بيقول أنه يجب على كل مسلم أن يكون مجتهدا؟ هذا ما بيقوله إنسان يا أخي. فهو الحقيقة يرد على ناس خياليين لا وجود لهم في الأرض، وإذا تحدد الموضوع حينئذ تتبين الحقيقة. إذا مثل الدكتور البوطي الآن، شو رأيك أنت، بيقدر ما يكون شافعي المذهب؟ أنا بسألك سؤال هيك صريح، بيستطيعته باعتباره عالم ما بيدرس كل الشريعة؟ صحيح، بس ما بقدر أجاوب عنه هذا السؤال. طيب لأنه هو مثله متين يعني من خلال كتابته، من خلال كتابته. أي نعم، إذا بدك أجاوب عنه من خلال كتابته، نعم نعم يستطيع. هو أنا عامل لك من خلال كتابته. من خلال كتابته نعم يستطيع. يستطيع. نعم. واقعه ما هو؟ لا أعرف. نحن نعرف. هاي المشكلة. بين من يعرف بين من لا يعرف. فأنت بارك الله فيك لا تعرف العالم الإسلامي اللي أنت عايش فيه من الناحية الشرعية، من الناحية الفقهية، من الناحية الاجتهادية. أنت بتقول في حدود ما قرأت في كتاب البوطي وأجب به، يستطيع. طيب ما واقع البوطي؟ لا يزال البوطي يعيش وسيموت ويقول أنا شافعي المذهب. شو رأيك؟ وهكذا أكثر علماء المسلمين موجودين اليوم. بينما شو الواجب على هؤلاء العلماء؟ الواجب على ما كان واجبا على الأولين. واحد مثل البوطي واجب أن هذا هو. لذلك الحقيقة واضحة جدا أنه مثل البوطي ما لازم يقول أنا شافعي، لأنه بيجي الزرقة بيقول لا أنا حنفي، بيجي واحد بيقول أنا مالكي والتغرابي بيجي بيقول أنا حنبلي، وهكذا تفرق علماء المسلمين وبتفرق الرؤوس بتفرق المرؤوسين. لكن لما بيجوا بتقاربوا مع بعضهم البعض وبيطبقوا آية في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أنت يا أخي دكتور ما تأخذني، ما لك يعني حاسس بألمنا في هذا الموضوع؟ هل لو صفينا البوطي والزرقاء ومدري مين يصلوا وراء إمام واحد، تعرف كل واحد صلاته شكل، هذا اللي بيعمل هيك وهذا اللي بيعمل هيك يكاد يستر عورته، وهذا اللي بيعمل هيك وهذا اللي بيعمل هيك، وكلهم كما يقولون وكلهم من رسول الله ملتمسون، ترى هكذا كان الرسول يفعل؟ ما هو السبب في هذا التفرق وفي ركن من أركان الإسلام الأربعة العملية؟ أول ركن هي الصلاة، كل واحد صلاة الشكل. شو السبب؟ لأنه فلان بيقول أنا حنفي والثاني بيقول أنا شافعي. وفي أخي ما تجمعوا أنفسكم خاصة في عبادة كان الرسول يصليها كل يوم خمس مرات وعلى رؤوس الأشهاد، ما بالكم لا تجتمعون على هذه الصورة الظاهرة؟ ما بدنا ندخل بقى في الأمور النظرية الفكرية فقط، عملية يا هيك يا هيك يا هيك. هذا الاختلاف ليش يبقى؟ لأنهم يتدينون بالمذهب.
هذه مشكلة. نعم اسمح لي بسؤال. مو بس واحد جود. أنا حابش بالسؤال. تفضل. أقول هل يجوز أن يمتحن الناس بألقاب ما أنزل الله بها من سلطان؟ وهي أنه يقال لابد أن يقال شافعي أو حنبلي أول. هذا دعوه الآن. خلينا نسمع شوي. هنا السؤال.